أعلن في العاصمة نواكشوط عن انطلاق أنشطة جمعية بوتليميت للثقافة والتراث، وسط حضور عدد من الفاعلين بالحقل الثقافي في موريتانيا. وتقول الجمعية إنها تسعى إلى خلق بيئة ثقافية تحافظ على القيم الموروثة وترعى المواهب، سعيا إلى تعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي. تسعدني اليوم أن أكون معكم لانطلاق أشغال هذه الجمعية العريقة التي تنحدر من مدينة تراث، من مدينة علم، من مدينة أسست عليها هذه الدولة الفتية. أؤكد لكم باسم معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية استعداد الوزارة اللامشروط لمواكبة أنشطة هذه الجمعية ومباركة أعمالها ومد اليد لها للقيام بالعمل المنوط بها. ولا شك أننا على مستوى الوزارة تأخرت هذه الجمعية كثيرا، لأن مدينة بوتليميت العريقة كانت تحتاج لأكثر من جمعية وأكثر من مهرجان وأكثر من نشاط، وهذا من صميم القلب، لأنها مدينة عريقة، مدينة العلم والعلماء، مدينة المعرفة. ومعنا في الاستديو دكتور محمد ولبو مدينة، عضو المكتب التنفيذي لجمعية بوتليميت للثقافة والتراث. أهلا وسهلا. أهلا بك. أنا في البداية، لماذا جمعية بوتليميت للثقافة والتراث؟ بارك الله فيك. في البداية نختار نشكر قناة المرابطة على الاستضافة الكريمة، ونهنئ زملائي في الجمعية وفي الحقل الثقافي في مدينة بوتليميت وأهل بوتليميت عامة على النجاح لديه اللي جاء بعد جهود جهيدة وجاء مفصول فيه. ونختار نشكر بالمناسبة الجميع اللي ساهموا من قريب والله من بعيد في تحقيق ذي الخطوة لديه، ونقول ونأكد على أنها ما هي إلا البداية، معناها يا الله تعود هي اللبنة الأولى لإقامة هذا الصرح الثقافي المعرفي اللي نواو كاملة عنها تعود، والصورة المشرفة اللي يا الله تعود عليها مدينتنا بوتليميت الحبيبة. بخصوص الجمعية، جمعية تولدت عن فكرة خامرت عقول ياسر من الناس على ذي المدينة اللي ساهمت في بناء موريتان قديما، والله في إنشاء دولة في ذي المنكب البرزخي قديما، ابتداء من مؤتمر تندوجة 1856 إلى فترة الاستعمار إلى نشأة الجيل الأول من بناة الدولة الموريتانية إلى الحاضر، أسهمت إسهامات ثرية وغنية وكانت الرائدة في مجال بين المدن. نختارها ترجع وتستعاد ذاك الألق اللي كان خالق لها في المجالين الثقافي والمعرفي. ما الجوانب الثقافية والتراثية بالمدينة التي تسعى الجمعية إلى إحيائها والاهتمام بها؟ المدينة كانت أصلا قبلة لطالبي العلم وطالبي الجاه وطالبي سيادة وطالبي ولوج المجالات كاملة اللي تبني الدولة، وعبر الأجيال كونت خصوصا محاضرها ومعهد بوتليميت، لأنه هو أول مؤسسة إسلامية في هذا القطر له، وأول مؤسسة اللي كونت الأجيال اللي حالا كانوا من بناة الدولة الموريتانية وكانوا من أطرها الكبار. هذا ذلك البريق له نختار ونستعادوه من أجل الثقافة. عقب ذلك الثقافة هي العامل المشترك بين أبناء المدينة وبين أبناء الوطن، ما فيه لا سياسة لا حقوق لا شيء يسوى شنو خاطي تنمية مدينة بوتليميت، والحرص على تلميع ونفض الغبار عن ألق والصورة اللي كانت مشرقة عندهم مشرفة في غابر الزمن. نختار ونستعاد وهذا ضركتها. يعني كيف ما هي أدواتكم، كيف ستسهمون في إبراز الدور العلمي والثقافي للمدينة وبناء الهوية الموريتانية؟ عدلنا إطار قانوني اللي هو الجمعية. نحن كيف ما تعرفون نشتغلوا في دولة وعندها قوانينها وعندها قوانينها المعمول بها. عدلنا إطار قانوني نقدم من خلال تعود أنشطتنا ومعمول بها وفق القوانين، ونعيد ونأكد على أنها ما هي سياسية وعلى أنها متخصصة في المجال الثقافي والمجال الاجتماعي والمجال التنموي وحتى المجال الاقتصادي، لأن فما تياها ياسر من الأنشطة اللي تعدلهم. هذه الجمعية اللي هي من خاطر اليوم هو يوم اسمها، معناها عنها هي رأت النور لا اليوم، اللي سابق ذلك كانت خطوات في الخفاء، واليوم قدينا نعلنوها بها اللي عاد عندها مقر رسمي هم في العاصمة نواكشوط، وعندنا إن شاء الله ولا يعود واحد في بوتليميت.
وعن اليوم طرحنا فيه الخطوط العريضة الأنشطة إن شاء الله تعالى لا يعود فيهم محاضرات وفيهم مهرجان وفي مهرجان طبعا لا يعود دوري إن شاء الله تعالى ولا يعود فيه قوافل طبية معناها انعكاس على الحياة المباشرة للسكان سواء كان في الجوانب الاقتصادية الفكرية الاجتماعية الثقافية بشكل أساسي لأن الثقافة هي اللي كانت معروفة بها المدينة وهي اللي نختار وتستعاد دورها من أجلها إن شاء الله تعالى ونعيد ونأكد على أنها ثقافية بامتياز إن شاء الله تعالى. إذن إلى أي حد رأيتم أنه انطلاقا من حجم ما تسعون إليه هل كانت فعلا بوتليميت بحاجة فقط إلى مثل هذه الجمعية للإسهام في هذا الدور الذي نعم مدينة بوتليميت كيف ما تعرف كسائر مدن الوطن ضرت من ياسر من الآثار من الجفاف ومن هجرة أبنائها اللي نختاروا ضركتيا نعودوا نحاول إعادتهم على الأقل في أذهانهم من أجل أنهم عندهم رصيد معرفي تاريخي ثقافي حتى في الموارد البشرية تبارك الله فايزين بها في ياسر من المجالات ومع ذلك مدينتهم تعاني من ياسر من شيء قاد ما يخلق لها منين يضافر الجهود الاقتصادية والاجتماعية والفكرية من أجل النهوض بذاك اللي تتمتع به من الموروث الزاخر وتنميته وتصويرها وإعادتها بصورة اللائقة بها بين, 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 بين أخواتها من المدن الوطن الحبيب. إذن دكتور محمد ولبو مدينة عضو المكتب التنفيذي لجمعية بوتليميت للثقافة والتراث شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.